السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عام عاجل، الحوثي يكشف تفاصيل اقتحام سفينة وتفجيرها في البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. كشف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس تفاصيل واحدة من العمليات التي نفذتها البحرية اليمنية، وأسفرت عن تفجير سفينة في البحر الأحمر واصفا إياها بأنها عملية جريئة وشجاعة. وقال الحوثي في خطابه إن القوات البحرية اليمنية نفذت عمليات نوعية ومهمة هذا الأسبوع، من بينها اقتحام سفينة سونيون، موضحا أن فريقان من القوات البحرية اقتحموا السفينة في مرحلتين وعمليتين ودمروا ما فيها من شحنات بعد تفخيخها وتفجيرها. وأكد أن عملية تفجير السفينة سونيون موثقة بمشهدها الكبير والمؤثر، والذي يبين أن الأمريكي كاذب في مزاعمه تجاه أي ردع للعمليات اليمنية المساندة لفلسطين، مشددا على أن العمليات اليمنية مستمرة بفعالية رغم أن الصيد للسفن في البحر الأحمر أصبح نادرا لقلة السفن المرتبطة بالأعداء. وأشار قائد أنصار الله إلى أن بعض الشركات تحركها بات بعيدا جدا من أقصى المحيط الهندي البعيد عن أفريقيا، وليس الأقرب للبحر العربي أو سقطرى، لافتا إلى أن شركات الشحن المرتبطة بالعدو تبتعد عن اليمن بمسافات شاسعة وبعيدة وبكلف كبيرة جدا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.